وعايزين نعرف تاريخ هذا الشارع وليه سمي بشارع الأشراف يعني، وهو شارع أثري، لما اللي مش من القاهرة يعني لما يتجول فيه هيشوف كم من المساجد الشهيرة الكبيرة زي السيدة نفيسة، سيدة رقية، سيدة سكينة والكلام. ايه قصة شارع الأشرف؟ ما هنقول لحضرتك، هو الأول بالنسبة ليهم هو كان الأول أشرف، الشارع الأشرف نسبة للأشرف خليل ابن قلول، وهو كان ثامن الخلفاء في العصر المماليك البحرية، ولكن لما بقى دفن فيه الناس العظام دول كلهم سموه نسبة للناس اللي هي دفنت فيه للأشرف، إنما في الأول كان اسمه شارع الأشرف، فهو في حي عريق، في شارع عريق، تربة التربة بتاعته يا تربة أعتقد من أطهر بقاع الدنيا، لأنها فيها يعني مقامات حتى إذا كان بعضهم مش موجود في الأماكن دي أو مدفون فيها، ولكن الاسم لوحده ذات قدسية كبيرة وذات أهمية كبيرة. تقول لي إيه على المشروبات اللي اتطورت في حياة المصريين وهم قاعدين على القهوة؟ إحنا بدأنا بالبيرة أيام القهوة والشاي مهم. الشاي والبن يعني تعرف حضرتك يعني دخلنا إمتى؟ القهوة القهوة في القرن ال 15 القرن ال 15 القهوة كمان كمشروب كانت عندنا فيها مشكلة، لأن اللي جابها الناس اليمنيين، حضرتك عارف إن الأزهر كان مهم جدا، كان بيقعد فيه طلاب من كل وكانت في رواق لكل جنسية، فاليمنيين كانوا بيجيبوها يشربوها، فبعض العلماء حرموها لأنها قالوا إن هي بتذبل بالعقل، ومنعت فترة وكانت مشكلة كبيرة، ثم بعد ذلك أبيحت وبدأت القهوة بشكلها الحالي. لكن في القرن ال 16 بدأ يظهر لنا مشروب الشاي، كان الأول عارف حضرتك مصر بتزرع الشاي والقهوة، فبدأ يستوردوه من كينيا وجنوب شرق آسيا، لأن أنا حاجات حارة منها بالظبط، وبدأ واعتبر دلوقتي المشروب الشاي دلوقتي إحنا عندنا مصر بيقولوا يعني من أوائل الدول عالميا باستهلاك أكثر دولة في استهلاك الشاي، والقهوة بقى بلها يعني أشكال وأنواع، وبقت القهوة أشهر إنما في القرن 15 16 كانوا فرقين. الحملة الفرنسية ذكرت لينا في كتاب وصف مصر كل حاجة وما سبتناش أي حاجة في هذا الموضوع، وبالتالي القهوة البلد اللي احنا عندناها دي وتطوراتها احنا بنتكلم في 400 على تاريخ طبعا 400 سنة، وتمت خرج احنا عندنا قهاوي، وحضرتك أكيد عارف أكتر مني، قهاوي خرجت منها صورات وخرج منها فنانين، عندنا قهاوي زي قهوة ريش يعني احنا قهوة ريش دي المثقفين يعني، وخرجت منها بعض حاجات ثورة 19، قهوة الفيشاوي من 1700 وشوية، احنا بنتكلم بقى لها اكتر من 200 وشوية سنة، هل تعتبر اقدم قهوة حاليا قهوة الفيشاوي؟ يعني على اسم مسجلة الفيشاوي من 1790، فاحنا بنتكلم في 150 في سنة وبجانب واستمرارها بنتكلم في 220 سنة فكمان يعني. استمرارها لغاية دلوقتي في قهوة طبعا قبلها ولكن ما استمرتش، ده في سياح بيجوا عليها، في اشقاء عرب وزعماء يحبوا يقعدوا على، احنا عندنا احد الرؤساء الجزائريين واحد رؤساء اليمن اللي هو علي الاخراني، ده كان محبيه، وطبعا نجيب محفوظ الله يرحمه عمل له، ويوسف السباعي ويوسف ادريس عملوا له زخم، كل روايات نجيب محفوظ مش عايز اقول كل اغلبها بس 90% منها اغلبها من منطقه الحسين اشهرها طبعا الثلاثية يعني كانت مهمه جدا، فالقهوه يعني الناس بتعتقد لعب الدور فقط يعني تسليه، لا ده كان لها دور سياسي، دور اقتصادي، دور فني، دور اجتماعي، ففي القهوه يعني حكايات كتير قوي يعني. هو القهوه مشروع مصري والله ولا مشروع افريقي ولا مشروع اوروبي ولا احنا بنتجادل دايما، عندنا مشكله دايما مصر والدوله العثمانيه او تركيا مين الاول، زي فكره المحشي والكشري ودايما كده مين الاول، بس زي ما قلت لك في اول اللقاء انا مؤمن بمقوله افلاطون، ما من علم الا تعلمناه من مصر، فانا بعتقد ان كل هذا البلد هو مهد كل شيء. مصر يا استاذ محمد حضرتك عارف كوزموبوليتان، يعني دايما دوله كوكتيل من طول عمرها طول عمرها من عدد من الثقافات والجنسيات بس اللي بيميزنا عن كل الثقافات وكده ان احنا احنا امه، احنا مش شعب، الأمة المصرية مميزة في عاداتها في تقاليدها في لغتها، بدأت مبكرا قبل الدنيا، الدولة كدولة ما ظهرتش غير في هذا البلد، والدولة لما تبدأ تظهر أقدم دولتين دولة مركزية ولم تتغير حدودها يمكن دي الميزة عن باقي دول العالم، وبالتالي الدولة عندما تبتدي مبكرا يظهر فيها الدين، وعندما يستقر الدين والدولة والسياسة تظهر فيها كل شيء،
وبالتالي فكره اللي احنا عندنا بقول لحضرتك القرن 15، انا بقول لحضرتك اذا بصيت على جدران المعابد المصريه ستجد الفكره وفكره الناس اللي قاعده على لوفتيه وفكره الناس اللي قاعده على الفرقه الموسيقيه اللي بتعزف لهم هي احد مظاهر القهوه او احد مظاهر الاشكال. وكان دايما اقول لحضرتك في مواليدهم، وانا قلت لحضرتك مواليدهم كان كتير جدا جدا، كانت فيها فكره القهوه، فكره المعابد، لان الناس وهي رايحه المعبد ناس كانت معتقده وروح العباده فقط. ده انا ضحك حضرتك قبل ما اجي لقيت واحده، لقينا يعني احد البرديات واحده كاتبه لصاحبتها بتقول لها انا هقابل حبيبي ورا المعبد، يعني الست راح تتعبد وبعد ما تتعبد هتروح فين؟ تقابل حبيبها. فلم تكن المعابد مجرد اماكن للعباده فقط، ولكن فكره ان انا اختار عروسه ممكن في المعبد يختار من خلاله عروسه، زي دلوقتي فكره الكنائس. وبالتالي بقول لحضرتك فكره المكان حتى اذا ما كانش اسمه قهوه او كده هو موجوده ممتده منذ الاف السنوات. وبعدين حضرتك لو اسكندريه لما جت اليونان والرومان بداوا يعملوا ما يسمى بالحمامات اليونانيه الرومانيه اللي هي معلم الرخام، ومن كترتها لدرجه ان بيقولوا من جمالها كان معلم الرخام كان لما بيخش كان يبقى لازم مغطي عينيه، يعني اول فكره الحجاب او النقاب ظهرت ليه؟ الشمس لما بتيجي على الرخام الابيض بتعمل انعكاس، فكان الراجل لما بيخش او السيده تخش الحمامات دي وكان فيها اكتر من 750 حمام كانت بتقضي اليوم كله، طب هي في خلال اليوم دي هلها مش هتاكل مش هتشرب؟ فكان زي ما تقولي بفي ركن في الحمام يأكلهم ويشربهم اللي هي برضو فكرة الايه القهوة. وبالتالي بس عايز بدون قطع حديث عليك عايز اقول لك رغم الحداثة اللي طالت كل شيء، لكن لما انا اشوف القهوة في افلام مصر القديمة مثلا من 100 سنة هتلاقيها زي ما هي، يعني احنا قاعدين في قهوة برضو تورثتها اجيال. ليه المصري ما فكرش يغير بعيدا عن الكافيهات والحاجات الحديثة نمط القهوة؟ مظل محتفظ بالقهوة الشعبية ويمكن بيحبها اكتر. دايما المصري عنده حنين للماضي، يعني المصري دايما زي بيقولوا حتى ما بيألف ودلابه او بيألف ذكرياته، احنا اكتر شعب يا استاذ محمد تلت شقائنا عايزه تترمي. ليه؟ دايما محتفظ السطوح. تقول له انت محتفظ بدي ليه؟ يقول لك والله ممكن، يعني في ناس محتفظه بكرتونه الموبايل مش عايز اقول لك. فيقول لك اصل دي خدتها من جدي ودي من ابويا ودي من عمتي ودي من صديقي مثلا، فاحنا عندنا دي موجوده في الجينات المصريه. حضرتك لما تخش المقابر كان بياخد اكله وشربه ولبسه، يعني تخيل حضرتك ان ممكن يكون في قرف الدنيا وغني في الاخره. ليه؟ لانه كان بيعتقد الاخره حياه المستقبل، فهو الحياه الدائمه بالظبط. مش معنى كده انه كاره الحياه، ده هو من حبه للحياه بينقلها في داخل الحياه الابديه. يعني الناس اللي ما تعرفوش واحد زي توت لقينا الجوانتي اللي كان الجلافز اللي كان بيلبسه، لقينا اكتر من 45 اندر وير كان بيلبسه، لقينا السكارف، لقينا ملابسه كلها. فالناس كانوا حتى كانوا بيحنطوا معاه مأكولات وجبات، يعني كانوا بيدوا له وجبات عشان اما يصحى هياكلها. وبالتالي الفكره دي في الجينات المصريه، معروف الجينات المصريه انت ساعات بتعمل شيء تقول وانا بعمله كده ليه؟ ما تسالش نفسك، لان دي حاجه تورث ما تسالش. الجينات المصريه في عاداتك يعني الصبح نيجي احنا واحد يرش ميه قدام المحل او قدام القهوه دي تعملها كده، ما اعرفش ان دي طقسه مصريه قديمه. البخور، الملح، الكلمات اللي بنقولها، يعني حضرتك مثلا تقول كخه امبو نن، كل دي كلمات مصريه ما مش موجوده. عايز اقول لك كل واحد زار عدد من الدول العربيه وبتسألهم على مفهوم القهوة وبتقعد تقول له يلا نروح قهوة ولها طقوس، في بعض الدول بيسموها شيشة أو كده بس ما بلاقيش النحاس ده أو الألمونيوم ده، ما بلاقيش تقليبة الملأ ما بلاقيش الطقس ده. حتى حضرتك لما جيت قلت له أنا عايزها في كوباية إزاز بعكس بلاد أخرى يقول لك القهوة فنجان، حتى مسمينها فنجال القهوة. فكل الشعب المصري مميز في أشياءه، يعني انت بصرت كل شيء. حتى اذا كانت القهوه والشاي هو منتج غير مصري، لكن لما جه عند حضرتك عملت له طقوس خاصه بيه واشياء خاصه بيه. ويمكن حضرتك تفتكر ولسه ما زال القهوه بقى والسبرتايه ويعني في اسم محافظه في على ناس بتهادي بعض بالزبط. يعني بالسبرتايه وبالبتاع دلوقتي وفي طقم العروسه يعني موجود طبعا. ففكرة دي حتى في النظام انا ما اعرفش ممكن الاهواجي يقول لك الكلام ده، لها طقوس. يعني واحد يسموه الجرار، الولد اللي بيلم الحاجات بعد ما لسه، وواحد النصبجي اللي هو قاعد على النصبه، وكل واحد له والمارك كل والمعلم اللي قاعد. فاحنا كل واحد يعني اروح قهوه يديني الورقه المطبوعه دي اسمها الشيك ده ولا اسمه ايه الريسيت لا انا لازم القهوه تحاسبه ويديك باقي وكده. وفي مارك صغير كده حاجه يعني زي العمله كده ببلاستيك او حديد بيديها لك. فكل احنا عندنا دايما الاشياء بتبقى مختلفه في مصر، فاحنا بنديها الطابع المصري. دعنا نحتفل بان المصريين لا عندهم حاجات كتيره جدا صدروها للعالم ولا يزالوا يحتفوا بيها، من ضمنها القهوه. والقهوه اخواننا زي ما قال الدكتور مجدي مش مجرد مكان قاعد بتشرب فيه شاي او قهوه او اي حاجه، لا
ده في تطور سياسي واقتصادي واجتماعي، حياة كاملة. في نهاية لقائي بشكر ضيفي الكريم دكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الأثر، شكرا جزيلا على المعلومات القيمة اللي ادتها لنا. كل التحية لحضرتك، وحفظ الله هذا الوطن طول العمر. اللهم آمين.